السلام عليكم. الوصفة النهاردة وصفة شتوية شوية، هي البيف ستو أو يخني اللحمة أو اللحمة بالبصل. وصفة جميلة جدا للشتاء ومغذية. ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لو عجبكم، ويلا نبتدي على طول. نشوف، هنحتاج كيلو لحمة متقطع مكعبات صغيرة، واتنين بطاطس أو تلاتة، مع يعني عودين كرفس، وطماطمية صغيرة متقشرة ومتقطعة، كوباية بسلة، ثلاث ورقات لورا وملح وفلفل، ومعلقتين دقيق، ومعلقة صلصة. هنحط معلقة زبدة كبيرة في حلة كبيرة وعليها شوية زيت، ونستنى لما الزبدة تسيح ويسخنوا كويس. وهنبتدي نحط اللحمة، بس مش كلها مرة واحدة، هنقسمها على عدد من المرات بحيث ان احنا ما نملاش الحلة قوي، عشان نقفل المسام بتاعة اللحمة. هنوزعها كده في الحلة وما نقلبش كتير لغاية ما تتقفل من ناحية، وبعدين نبتدي نقلب على الناحية التانية لغاية ما المسام تتقفل من كل الجوانب، ونشيلها على طول، مش هنخليها كتير. لما اول كميه تتحمر هنشيلها في طبق، طبعا نصفيها من الزيت او الزبده اللي معاها. نشيل اللحمه بس عشان نحط في نفس كميه الدهون دي نحط فيها بقيه اللحمه. زي ما انتم شايفين كده، هنكمل بقية اللحمة بقى في نفس الحلة شوية بشوية على قد ما الحلة تاخد، ما نكترش، بنفس الطريقة طبعا، ما نقلبش كتير، يعني لازم الاول نلاقي لونها اتغير من الجنب اللي تحت قبل ما نبتدي نقلب. خلاص طلعنا كل اللحمة، هنحط شوية زيت زيادة، وهننزل بالبصل والجزر، هنقلبهم لغاية ما لونهم يبتدي يبقى بني وياخدوا لون كويس حلو كده، علشان الصوص بتاع اللحمة يبقى له لون حلو. دولي حوالي بصلتين وثلاث او اربع جزرات. هنصبر عليهم شوية لغاية ما لونهم يتغير. مع التقليب طبعا عشان ما يتحرقوش من جنب واحد. هنحط بقى حتة زبدة حوالي معلقة كبيرة، لما تسيح هننزل عليها معلقتين كبار دقيق. معلقتين الدقيق دول هيدونا صوص تقيل وحلو للطبق ده، يعني لما الدقيق يختفي ويدوب كويس في الزبدة. خلاص احنا شايفين كده الدقيق اختفى في الزبدة، هننزل باللحمة، نقلبها تقليبة كده. بعدين هنحط ورق اللورة والملح والفلفل من ورقتين لتلاتة لورة، تقليبة كمان. وبعدين هننزل بكمية من المية المغلية أو الشوربة بحيث ان احنا نغطي اللحمة خالص، لازم اللحمة تبقى متغطية، يعني يبقى مستوى المية فوق اللحمة علشان كلها تستوي نفس السوا في نفس الوقت. طبعا مية مغلية عشان ما نخلي اللحمة تستوي على طول، ما نرجعهاش تبرد تاني بعد ما كانت سخنة فتستوي في وقت اطول. كده اول ما بدأت تغلي هنحط عودين الكرفس ومعلقتين صغيرين صلصة او معلقة كبيرة صلصة، مش مليانة قوي يعني، يدوبك تدي لون بسيط او نكهة بسيطة.
نقلب بقى كويس، وبعد كده هنغطيها ونسيبها على نار هادية تستوي بقى حوالي ساعة أو ساعة ونص. أو لغاية ما اللحمة تستوي ونلاقيها طرية زي ما احنا عايزين. هي كده بتغلي، فهنوطي النار عليها خالص على الآخر، نحط طماطمية متقشرة بتضيف نكهة برضو حلوة. خلاص كده هنغطيها ونسيبها بقى وقت لغاية وقتها تاخد وقتها براحتها لغاية ما تستوي كويس قوي. بعد ما عدى حوالي ساعة ونص هنشيل ورق اللورة، طبعا احنا عارفين عدده، انا في 2 تايهين مني بس هلاقيهم يعني. المهم هنحط بطاطس، البطاطس كلها والبسلة، دول مش هياخدوا سوا كتير، حوالي 15 دقيقة. هنقلبهم بس، واول ما تبتدي تغلي هنغطيها تاني ونسيبها 15 او 20 دقيقة لغاية ما يستوي كويس. بس كده كده هيبقى جاهز للتقديم، نغرفه في طبق ونقدمه مع عيش الباجيت او الرز الابيض. جربوه بالهنا والشفا، طعمه حلو جدا، وجبة مناسبة للشتاء بتدفي وفيها كل حاجة، اللحوم والخضار وكله. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا على المشاهدة.